في لبنى الكاتبة العامة لجمعية شباب عابر سبيل التنمية البشرية. ككل سنة هذا وقت المشروع الشتوي، الاسم ديالو هو تبرع، هو حملة شتاء دافئ تحت شعار تبرع بالدب في نسختها التاسعة. اليوم حنا كنبداو الحملات ديالنا في الشارع اللي كنقدموا فيهم خدمات اجتماعية مثل الأغطية دافئة، وجبات دافئة أو وجبات كاملة ودافئة في نفس الوقت للأشخاص في وضعية التشرد أو أي شخص في وضعية صعبة في الشارع. عليكم ملكة قنوق، عضو في جمعية شباب عابر سبيل للتنمية البشرية بمدينة أسفي. إذا الحملة الشتوية اللي كتقوم بها جمعية شباب عابر سبيل في نسختها التاسعة لهذه السنة كتشمل مختلف شوارع مدينة أسفي، مختلف الأزقة، مختلف النواحي ديال الإقليم أسفي. كنقوموا بزيارة تفقدية للمشردين اللي ما عندهمش مأوى، تزويدهم بالأكل وجبات دافئة في هذا الفصل خصوصا لأنه كيعرف برودة كبيرة، أيضا ملابس، أيضا بعض الأغطية. أكيد الحملة كتشمل أيضا تحسيس وتوعية والاستهداف هذه الفئات الهشة اللي كنتمنوا أن المجتمع دائما يتوجه لها ويشوف فيها ويقوم بالإدماج ديالها داخل المجتمع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.